اليوم هي مناسبة للاستماع إلى جميع المتدخلين في مجال حماية الطفولة، سواء الجهات الحكومية أو غير الحكومية، والفاعلين المدنيين والفاعلين الإعلاميين، من أجل وضع واحد، من أجل تشخيص وضعية الطفولة بالمنطقة على مستوى المشاكل، على مستوى الاختلالات، وكذلك حتى على مستوى الإنجازات التي تحققت، ووضع خطة اللي غادي يشارك فيها المجتمع المدني والسلطات المعنية بحقوق الطفل من للنهوض بهذه الفئة المجتمعية والوصول إلى مجتمع آمن للطفولة بالمغرب، خاصة أن الدستور المغربي كيعطي واحد كينص على حماية الطفولة. المغرب صادق على عدد من الاتفاقيات الدولية التي تعنى بحقوق الطفل، هناك سياسات مندمجة وضعتها الحكومة منذ أكثر من 10 سنوات، لكن ما زال نسجل نسب مرتفعة من العنف ضد الأطفال، نسبة مرتفعة كذلك من استغلال الجنسي والجسدي للأطفال، هناك كذلك نسب ما زالت مرتفعة خصوصا على مستوى الجهات سوس مسا تشغيل الأطفال دون السن القانوني، فهذه فرصة لتفعيل النصوص القانونية وتفعيل كذلك الاتفاقية الدولية اللي صدقت. اليوم دارت واحد الندوة من أجل مناقشة وضعية الطفل بجهة سوس مسا. هذه الندوة الموضوع ديالها تسليط الضوء على الوضعية العامة التي يعيشها الطفل بالجهة، سواء الطفل الذي يعيش في العالم القروي أو الذي يقطن بالمجال. توصلنا إلى العديد من المشاكل ووضعنا توصيات للهيئات المختصة أو السلطات العمومية من أجل فك التباس ديال المجموعة ديال المشاكل اللي كيعيشها الطفل بصفة عامة.